اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين بحلقه جديده من برنامجنا الاسبوعي اراك بالايمان. حلقتنا لهذا اليوم هي عن الفصل الثالث عشر من كتاب اعمال الرسل. ضيوفي لهذا اليوم الاب مانويل بوجي والاخ نوفل بطرس. اهلا ومرحبا أهلاً بكم. اهلا وسهلا مسهلاً. كل المشاهدين والمستمعين. ابونا كالعاده احب ان نبدا حلقتنا باعطاء مشاهدينا ومستمعينا فكره عن اهم احداث هذا الفصل. أحداث هذا الفصل راح تكون إلى حد ما نموذج لأحداث تتكرر في الفصول القادمة بما هذا المفهوم بهذا المعنى أنه بولس هسه بعد ما راح نقول شاؤول صار بولس وراح تبدي رسالة إلى الأمم ولكن هالرسالة إلى الأمم إلى شعوب غير اليهودية ما تكون من البداية الروحة إلى الأمم أولا مار بولس يتوجه إلى السيناغوكس إلى المجامع حيث يتواجد اليهود يبشر إلم ونشوف إلى حد ما رفض في كثير من الأحيان قسم كبير قسم قليل يرفضون قسم يؤمنون قسم ما يؤمنون ويبدي التوجه إلى غير اليهود إلى الناس هم وثنيين بس هل توجه الجديد هل دعوة هل إيمان الجديد دا يعنيهم بشكل من الأشكال قيمة الإنسان أخوة البشر بنوة الله هل توجه الجديد عند الرومانيين صار يلقى فد أذن صاغي الناس يريدون يستمعون إلى هل دعوة الجديدة الله تعالى ينزل إلى إلى, الى مرحلة إلى يكون بشر يخلص البشرية ككل صار فالتوجه مقبول عند الرومانيين فنوعا ما نقدر نتحدث عن هذا الفصل ما نسمينه بداية الرحلة التبشيرية الأولى لبولس وبولس ما يكون وحده يكون مع برنابا ونشوف مسؤولية برنابا وبولس تدريجياً الأدوار تبدي تتبدل مثل ما شفنا في الحلقة السابقة نهاية الحلقة السابقة ولو أنه برنابا مثل ما شفنا في فصول سابقة كان عنده دور مهم لا. أحداث الاضطهادات هو اللي يقوي الناس وإلى آخره فكان عنده دور مهم في الكنيسة الأولى ولكن تدريجيا هذا الدور نشوف بولس يبدي يأخذه يبدي يأخذ القيادة قيادة ال خلينا نقول التوجه الجديد الى غير اليهود الى الامم ف يتحدث عن رحله الى قبرص وخاصه الرحله الى السيديا بيسيديا اللي بيها كان بورس عنده خطاب جدا مطول من واحد من الخطابات اللي سفر اعمال الرسل يكررها يكررها مع ستيفانوس يكررها مع بطرس كرنيليوس أيضا إلى حد ما وجواب بطرس لي لليهود اللي قالوا ليش وهوني بولس أيضا يتحدث عن مسيرة الخلاص منذ وجود الشعب في مصر وخروج وإلى آخره فلما الشعب ما كي يقبل هذا الشيء يذكرهم ايضا باقوال الكتاب المقدس انه لما الشعب كيرفض الله تعالى يختار الناس الاخرين فهذا هو نوعا ما الاطار العام اللي من خلاله اكو تعاليم كثيره اكو نقاط كثيره تحتاج الى توضيحات ان شاء الله نحاول خلال هالحلقه ان نلقي النظر عليها يعني أن نلقي النور عليها نوعا ما فصل كبير الحجم عندنا نعم. أكثر من خمسين آية ولهذا راح نحاول أن نغطي أهم أحداث الفصل لكن قبل أن يعني نتكلم عن أول آيات أحب أن نلقي بعض الضوء عليها أحب أن تعطيني فكرة عن مصطلح معين ذكر في بداية الفصل يتكلم الكاتب عن أنبياء ومعلمين كانوا موجودين في ذلك الوقت يعني فكرة المعلمين هي موجودة لحد يومنا هذا معلمين بالكنيسة أكو الكثير ليومنا هذا يعتبرون معلمين بالكنيسة سواء كانوا كهنة أم غير كهنة لكن فكرة الأنبياء نوعا ما غير واضحة لنا أنه الكتاب المقدس يتكلم عن أنبياء في ذلك الوقت إحنا اليوم فكرة النبي هي فكرة يعني عاليه جدا فكره بعيده كل البعد عن الواقع الـ 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 اليومي نتعامل به من خلال حياتنا الكنسيه ومن خلال حياتنا اليوميه الخاصة. من هم الانبياء هل هم بنفس فكره الانبياء اللي هي عندنا موجوده في مخيلتنا اليوم ام كان الحديث عن وصف لاشخاص معينين يقومون بمهمه عفوا بمهمه معينه يعني المعلمين خلينا نقول كانوا الناس او المؤمنين اللي عندهم معرفه جيده بالايمان الجديد الايمان المسيحي وينقلون هذا الايمان للاخرين اللي تلمذوا على يد الرسل الاثني عشر فاللي قبلوا هذا الايمان الجديد وصار عندهم معرفه وصار لهم فتره مع الرسل فاكتسبوا هالمعرفه اللي هي مج اه معجونه بالايمان أو يعني العلم المعجوم بالإيمان المبني على الإيمان فهذول صاروا معلمين دور النبي حقيقة هو دائما مهم اللي في وقت الشدة في وقت الضيق في وقت الأجواء هي مغيمة الناس ما يعرفون تماما شنو هي الخطوة القادمة شراح نسوي شلون نبقى محافظين على إيماننا بالرغم هالأشياء، النبي يعطينه الله تعالى الموهبة أن يقول للشعب بأي اتجاه يروحون ما لا يراه الجميع النبي يراه مقدما. يعني يحمل رسالة من الله. يحمل رسالة من الله لأنه يقول ماربولس وضع الله في بيعته ويذكر هالمواهب. وإذا موهبة النبوءة كانت مهمة ولكن النبوءة اللي هي هادفة موجودة ضمن إطار مخطط الله هذا الإنسان الله تعالى ينطين المعرفة العلم الكافي الوعي الروح الكافي أن يكتشف من خلال هالضيق أن ما نكون يائسين مثلا هل من الضرورة أن يكون حديث النبي هو عن مستقبل أم ممكن أن يكون عن رسالة عن اليوم هو مستقبل مستقبل ليش؟ أن الوقت الحاضر هو وقت ضيق نعم هل نخضع لهذا الضيق؟ هل يقتلنا هذا الضيق؟ هل نخسر أمام هذا الضيق؟ لو نشوف ما وراء هذا الضيق نعم فما وراء هذا الضيق هو ما نسمينه المستقبل آمين. هذا المستقبل في عين الله هو وراء الباب مباشرة أن تفتح الباب تشوف صحيح يعني نبقى بنفس الإطار نوفل ونلاحظ بالآية الرابعة من الفصل يذكر الكاتب قول فأرسلهم الروح القدس وقبلها بالآية الثالثة قال قال لهم الروح القدس يعني خصوصا طبعا لبرنابا وشاول أو بولس اليوم الكثير منا يتساءل كيف ممكن أن يكون هناك حديث بين شخص بين انسان مثلنا مع الله بشخص الروح القدس كيف ممكن هل هذا كان شيء يعني الله كلم الانسان بنفس الطريقه الانسان يكلم بها اخي الانسان ام هناك مشاعر ام هناك يعني احب ان نلقي الضوء على هالفكره هذه الروح القدس هو الاقنوم المنسي حقيقه احنا كثير ما نتكلم عن الاب نتكلم عن الابن الروح القدس هو الاقنوم المنسي لكن حقيقة هو الذي يقود الكنيسة الان وهو اللي في كل شخص مؤمن مسيحي الروح القدس لم ينفك من التكلم ولم ينقطع يوما عن العمل في كل انسان وفي الكنيسة لكن كما كان انه يتطلب الاستجابة الله يعمل حتى يكون عمل آآ 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 مثمر لابد ان يكون اكو استجابه من الانسان الله لن يثمر رغما عنك ان لم تسمح له بالاثمار فيك نعم. يعني الروح القدس لن ما راح يجي احنا اتفقنا في قراءات فصول سابقه انه الروح القدس لم لم يقتحم ولن يقتحم حياه احد صحيح. لابد انه ان تسمح له الان لكي يعمل كثير من ممكن يتساءل طيب شلون يعني اوجه للدعوة الدعوه؟ يعني اين اين رقم تلفونه حتى اوجه الدعوه؟ حقيقه توجه الدعوه بالصلاه بالصوم، نشوف الكنيسه اثناء اختيار الرسل امام كل عمل رسولي مهم تواجه الكنيسه او ضيقه اكو عملين مشتركين دائما يسبق الانصات للروح القدس او اثناء الاستماع للروح القدس، الصوم وصلاة الصلاة هي فتح القناة مع الله الحوار مع الله الحب مع الله والصوم اللي هو اه 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 امتلاك الجسد وسماح للروح بان ينطق بان يتكلم بان يتواصل او انكار الانا يعني اكيد على يفتح الخط مع الله اكيد اه اكو عوامل كثيرة ممكن ان تكون تحجب صوت الله عنك احنا تكلمنا بالحلقة السابقة عن فدباب كبير وحجرة كبيرة اسمها الأنا الذات البشرية اللي متى اللي هي اللي تحجب صوت الله بالتمام أن يصل إليك وبالطريقة المعاكسة اللي ممكن أيضا هي هي نفسها هي الخطيئة لو نشوف يعني في في جوهر الخطيئة لماذا هي الخطيئة مميتة هي ليست لأنها تؤذي الله الخطيئة ليست لا تقدر أن تصل الله لكن هي قادره ان تحجب تقطعك عن الله ومن اجل هذا الله ما يريدها يعني حبا فينا هو مو يعني, يعني هذا الفكره فكره الخطيئه المميته يعني احنا نتكلم عن خطيئه مميته هو هذا معناها انه الموت هو ببعد بانقطاع الاتصال مع الله والله يرغب ان جميع الناس يؤمنون الى معرفه الحق يقبلون فمن جهه الله هو دائما الترانزميشن شغال الحوار شغال نعم. والقنوات احنا دائما نتصور الله الذي الساكت الصامت الذي لا ينطق شيئا اين انت يا الله لا احنا يعني اتصور بالكثير من الاحيان نتصور الله في ذاك الزمان نعم. كان يتكلم ويتعامل ويتحاور لكن اليوم الامور توضحت يبقى الانسان هو هو وكتابه وكنيسته وفقط انه ماكو فد علاقه مباشره مع الله ماكو اتصال مباشر مع الروح الله. القدس هو الله الحاضر مع الانسان نعم. الان بالعكس يقول كثير من اللي في العهد القديم تمنوا النعمه اللي احنا عن اللي لنا فيها مع المسيح يسوع نفسه قال انه اكو كثيرين تمنوا ان يعيشوا هاي الايام اللي احنا نعيشها يعني هسه نقول اوكي هاي الايام هي ايام اضطهاد ايام ايام حروب ايام لكن هو في الضعف هنا سوف تظهر قوه الله لكن ايضا لابد انه ان نسمح له نسمح له في اوقات وعندما ياتي وقت الجد اقول له يا رب هاي شغله انا افتهم اكثر منك تسمح لي لانه هاي شغله دراسه انا افتهم اكثر منك الشارع الشرك الله في كل شيء في كل عمل مو معناته انه تلغي دورك انت كانسان بان تقوم بواجبك لكن دائما نقول يا رب يدي يدك قبل يدي في اي عمل في يعني أي احنا يعني هاي شغلتي مو شغلتك الله يقول للانسان انه الله هو اللي يعاني الله هو. حتى الانجازات بقى. اللي انت تنجزها فانت اذا انسبتها اليك راح نقع في فخاخ كثيره صحيح يعني شفنا صحيح. احنا هيرودس أكيد. في الحلقه الفائته الحلق السابقه يعني. نعم. نعم كيف انه مات يعني <تصفيق> <طياد> <تصفيق> الالم يعني انا حديث جميل جدا واتصور حاجه اليه لكن مع الاسف راح نضطر ان ناخذ فاصل قصير اعزائي المشاهدين فاصل ونعود سؤال ما هي الشريعة الجديدة أو الشريعة الإنجيلية؟ الشريعة الجديدة أو الشريعة الإنجيلية التي أعلنها المحققها المسيح وهي ملء كمال الشريعة الإلهية الطبيعية المحى إنها تختصر بوصية محبة الله والقريب ومحبة بعضنا بعضا كما أحبنا المسيح وهي أيضا حقيقة في داخل الإنسان نعمة الروح القدس التي تجعل تلك المحبة ممكنة إنها شريعة حرة غلاطية آية واحد أسعى خمسة وعشرين إذ تميل بنا إلى التصرف تلقائيا بدافع المحبة نرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أراكب الإيمان لقاءنا لهذا اليوم هو عن الفصل الثالث عشر من كتاب أعمال الرسل مع الأب مانويل بوجي والأخ نوفل بطرس أبونا بالفقرة الثانية من هذا الفصل أه نشوف الحديث يصبح عن حدث معين أه حدث بولس وبرنابه في قبرص مع الساحر أه كلمنا عن هذه الحدث وهذه هذه القصة وكيف ممكن ان نستفاد منها اليوم أه الشيء المهم بالنسبة لبولس كانت ان يستفاد من كل الاوضاع حتى من الأوضاع اللي ما تروح مع الإيمان أو مع أشخاص ما هم مع الإيمان بس بسبب تأثيرهم في المجتمع أخيرا يريد أن يوجه هالأحداث إلى خدمة كلمة الله فهذا الشيء راح نشوفه في أكثر من مكان في سفر أعمال الرسل أنه الكنيسة تستفاد من أناس لربما الظروف أو المظهر أنهم مو مع الكنيسة مو مع الإيمان ولكن بولس شاف أنه ممكن هذا الشخص يكون سبب بسبب تأثيره بالمجتمع ممكن أن يكون سبب لعودة ناس إلى, إلى الإيمان فشيل اللي هو مهم انه ما احنا اللي نمشي أه نوفل قبل فتره ذكر انه نقول الله في أحيانًا معينه بهذا الشيء انا الانسان اعرف اكثر فاريدك انت تبقى مكانك وانا راح امشي الامور احيانا نقول الله هذا الشيء لتكن ارادتي وليس, وليس ارادتك أه هوني الكتاب المقدس يريد أن يقولنا حتى بالأشياء اللي أنت تتصور أنت تعرف أحسن أنا اللي راح أمشي الأمور بالطريقة اللي راح تخدم جماعة المؤمنين جسد المسيح الكنيسة أنا أتصور يعني المشكلة في بعض الأحيان أنه حرية الاختيار اللي أعطيت لنا توصلنا لهالنتيجة هذه وتخلي الإنسان يتصور بأنه بفكرة بقدرته هو قادر أن ينتج ما ينتجه بحياته أنا يعني قصة الساحر بالذات أكون بها في نقطة معينة أحب أن نتحدث عنها أكثر اللي هي في بعض الأحيان ممكن أن تسبب لبس أو تسبب يعني صورة غير واضحة نرى هنا على سبيل المثال بولس يصف الساحر بابن إبليس ويعني ينعت ب وصف نوعا ما غير ممكن يكون غير صحيح او غير لائق فاذا من ناحيه المشكله انه في بعض الاحيان نقرا الكتاب المقدس يدعون بان منحكم نحكم على الاخرين ومن ناحيه اخرى نجد شخص بمكانه بولس يدعو شخص اخر بابن ابليس كيف ممكن ان ان نوازن بين هالفكرتين المشكله كانت انه يعني القوه او المحرك من هو هل هو الله لو هو الساحر وطبعا كان هالقطبين قطبين موجودين في العهد القديم أيضا مع يسوع خاصة عندنا يوحنا كاتب الإنجيل الرابع لما يتحدث عن هالقطبين الخير والشر النور والظلام الله والشيطان فالفكرة كانت أنه من هو مصدر الحقيقة ورا من روح نروح وراء هذا الساحر مم. نروح وراء الله ولهذا كي يصوفوا بولس بهالكلمات اللي بمفهومنا اليوم الانساني انه هي كلمات نابيه وكلمات قاسيه ما لازم تطلع من فم رسول يسوع ولكن يسوع نفسه قال له لبطرس لما ما كان في المسار الصحيح اذهب عني يا شيطان <applause> قال له اذهب عني يا شيطان هو اللي قبل فصل واحد فقط قال له أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي أنا الفكرة اللي أحب أن نتحدث عنها أبونا هو الخلط اللي يصير عند البعض بالمحاكمة أو judging other people يعني فكرة أنه منحكم على الآخر أنا بوجهة نظري ما تعني أن منحكم على الخطأ يعني الكتاب المقدس يظهر في اكثر يظهر في اكثر من مكان انه الله قل للخاطئ موتا تموت، يو you know? اكو اكو خطأ اكو شيء خطا احنا اكو عندنا حق ان نحكم على الخطا بحد ذاته، ممكن على نيه الانسان احنا ما عندنا الحق ان نحكم عليها، لكن بالخطا نفسه اليوم احنا دنعيش بمجتمع الخطا موجود بكل يعني بيومنا باكمله من بالتلفزيون وممكن من خلال ساعات العمل وممكن من خلال اللقاءات الاجتماعيه، اكو اخطاء كثيره بطريقه التعامل الواحد مع الاخر، بطريقه النظر على كل المستويات، على المستوى الروحي، على المستوى الاخلاقي، وكثير من عندنا يخفي نفسه وراء فكره انه انا ما احكم على الاخر لانه بالمسيحية إحنا ما نحكم على الآخر هذه الفكرة اللي دا أن نتكلم عن إنه لازم كيف ممكن أن نميز بين هالفكرتين هذه يعني يسوع ما حكم على الشخص يعني حتى الخطاة الزواني العشارين حتى الفريسيين يعني بس حكم على الشعر. تصرفات مالتهم على الأعمال مالتهم فبالنسبة له الأفراد هم بس مجرد فرد بس الفكرة كانت اهم حتى اعاجيب يسوع اللي عند يوحنا كاتب الانجيل الرابع هي ايات هي فرصه لدرس ولهذا نشوف التوجه بانجيل يوحنا غير شكل بالنسبه لعاجيب يصير فرصة لشرح لإعطاء درس لإعطاء مفهومة معينة أيضا في حياة يسوع نشوف مثل ما هوني أنه بولس دا يشجب هذا العمل عمل السحر لأنه كي يعطي صورة للمشاهد للناس اللي دا يتعاملون بالحدث وكأنه هذا هو مصدر الحقيقة مو الله مصدر الحقيقة نوفل الفقرة التالية هي تعتبر أكبر الفقرات بهذا الفصل أبونا تكلم عنها عندما أعطانا فكرة عن أهم أحداث الفصل وهي حديث أو خطبة بولس عن تاريخ الخلاص. هذا التاريخ اللي يبدي من زمن ادم وحواء وحتى مجيء الرب يسوع المسيح. احنا تكلمنا عن هذا بس بالحلقات السابقه لكن احب ان ننظر للموضوع مره ثانيه نظرا لاهميته يعني اكيد اكو اهميه بالغه له بحيث يكرر او يكرر تكرر هذه الفكره اكثر من مكان باول 13 فصل من كتاب اعمال الرسل. هذا التذكير دائما بمواعيد الله أن الله هو امين في كل العصور هو كان أمين مع شعبه والآن مع أمين مع شعب جديد الأمميين راح يكون أمين معهم ذكر من الخروج من مصر أربعين سنة ظلوا في البرية بعد إجت أزمة القضاة صموئيل النبي أول ملك لليهود داود انتهاءا بيوحنا المعمدان وتهيئة طريق يسوع وتجسد الله الكلمة بشخص يسوع أه ضروري جدا أن هذا هاي المقدمة التعريفية لمخطط الله أو رسالة الله رسالة حب الله لشعب جديد يريد يعرف أه أو يريد يتذكر فكلما لقينا ستيفانس يقف أمام محاكمة أه يذكر اليهود بعمل الله وأمانة الله و عدم استجابتهم أو عندما شعب أممي جديد أو ناس أمميين ضروري جدا أن يعرفون هذا الإله هو مو إله هسة هسة بلش الخطة مالته الآن بدأت العلاقة معهم لكن الله إلى رسالة منذ البدء هو خالق الكون هو خالق البشرية كلها وهم جزء من هذا المخطط ليسوا بغرباء ليس فقط شعب الله يعني يهود أو غيرهم هم المشمولين بهذا المخطط لكن كل شعوب الارض فبالتاكيد كان من الضروري لبولس او قبل بولس او بعد بولس ان 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 يعطي هكذا افتتاحيه بهذه بهالافتتاحيه او بهذه الخطبه هو الطريقه اللي التجا بها بولس الى كتب العهد القديم وايات معينه من كتب العهد القديم المزامير على سبيل المثال ذكر آيتين وغيره انا احب ان يعني نلقي نظره وممكن بعض الدقائق بالحديث عن اهميه كتب العهد القديم، اليوم اكو توجه نوعا ما عند بعض الاشخاص بانه كتب العهد القديم هي كتب ممله، هي كتب بعيده عن واقعنا الحالي، هي احنا المهم النا هي الرب يسوع المسيح وكتب العهد الجديد. كيف ممكن ان نصلح هذه الفكره؟ ما هي اهميه كتب العهد القديم للمؤمن المسيحي اليوم؟ العهد القديم هو كله مملوء بالنبوءات عن العهد الجديد العهد الجديد هو اللي يكشف ما كان في العهد يعني يفك, يفك اسرار العهد القديم فمن كل هذه الذبائح اللي كان الله يطلبها كل هذه الشعائر كان لها هي رموز لما سوف ياتي في واحد واحد من المزامير مذكور لداود أما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا لن تدع قدوسك يرى فسادا نعم. بالتأكيد كان لليهود استفسار عن هذه الآية يعني يا ترى من تنطبق عليه هذه الآية لا بالتأكيد ليس داود لأن داود مات وحال حال أي إنسان مس جسده الأرض فساد لكنها تجلت وتطبقت في يسوع المسيح في القبر ثلاثة أيام وقام فإذا أكو كشف الله يكشف عن العهد الجديد بنبوءات الموجودة بالعهد القديم فمن الضروري الآن للمؤمن المسيحي أنه حتى تكون عنده صورة واضحة عن عن من من هو هذا الإله اللي يحبه هذا الحب أنه إذا بس عرف عن يسوع صحيح يسوع هو التجسد الكامل وهو الإعلان الكامل عن الله لكن لابد أن لنا أن نعرف هذا الله إلى تاريخ هي البشرية فمن انا اشوف داود وهو يخطئ لكن يقوم من اشوف انه الانبياء لهم سقطات لكن يعودون يصير عندي امل انه الله رحمته لن تنقطع ما راح اوصل لهذا الياس اللي قد يو اللي وصل الى يهوذا واللي هاي بالضبط هي اللي الحاله اللي تكون انه انت قد تكون جذفت على الروح القدس جذفت على روح الله لانه انت ايست من من رحمته، فبالتالي معرفه العهد القديم ضروري جدا ومهم جدا حقيقه لبناء حياه روحيه ناضجه. عمليا ابونا شنو نصيحتك لمشاهدينا؟ كم من الوقت ممكن للمؤمن ان يقضي بقراءه كتب العهد القديم؟ يعني اذا تمكنا ان نقرا الكتاب المقدس مره واحده بحياتنا يعني مو نخلصه مثلاً بسنة سنتين وخلصت لا قراءة قراءة مستمرة ولكن هالقراءة لازم تكون أنه اه على ضوء أكو بعض الملاحظات أكو بعض الدراسات يعني ما نأخذ أي كتاب ان كان أي كتاب مقدس ان كان أقصد أي كتاب مقدس بأي طبعة كانت لازم تكون طبعة إلى حد ما دراسية إلى حد ما بها حواشي بها مقدمات بها تعليمات لانه تنطينا مفاهيم معينه والا راح نضيع اكو كثير اشياء خاصه بالعهد القديم بدون هالحواشي بدون هالمقدمات بدون هالمفاهيم راح تنطينا صوره مغلوطه مخطئه عن الله فضروري بشكل عام يعني اريد مشاهدي الاعزاء اولا اذا ما كنت قريتم الكتاب المقدس على الاطلاق لا العهد الجديد ولا العهد القديم تبدون بالاسفار اللي نشرحها اليوم كتاب اعمال الرسل لانه يحكي عن شلون عاشت المسيحيه الاولى التعليم المسيحي تعليم المسيح واذا بعدين رحتون للعهد القديم تشوفون المزامير بها كثير روح توبة تمجيد معرفة من هو الله وبعدين تجون للعهد الجديد أي إنجيل متى مرقس لوقا يوحنا بعدين يقدرون الإنسان يقدر يختار أي كتاب من الكتاب المقدس راح يكون فد توضيح فد إضافة ضرورية جيدة لمسيرة حب الله مع الإنسان ونوعا ما رفض انسان له المحبه او صراع الانسان مع هذا الحب انا انا عندي فد يعني مقترح شخصي ما اعرف اذا توافقني الراي لو لا انا شخصيا اللي ساعدني كثيرا ب يعني فهم كتب العهد القديم هي من بديت اقرا كتب العهد القديم للصغار يعني اليوم اكو الـ 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 كتب العهد القديم اللي هي مكتوبه لي نوعا ما تلخص فكرة كل كتاب من تقرأها تنطيك صورة واضحة عن أهم أحداث الكتاب بعدها من تعود وتقرأ الكتاب بحقيقته أنت نوعا ما عندك صورة واضحة أيضا بالكثير من الأحيان من نقرأ العهد الجديد مثل ما ذكرت أبونا كثير من آيات كتب العهد الجديد هي تنطي references للفكرة نفسها في كتب العهد القديم فممكن أن تكون قراءتنا للعهد الجديد أصغر ما مو بالضرورة أن أقرأ يومية ثلاث فصول أو أربعة ممكن أن أقرأ فصل واحد أو أقل لكن تكون قراءتي هي بنفس الوقت للقديم والجديد يعني أقرأ الفكرة بكتب العهد الجديد وأعود إلى الأصل بكتب العهد القديم على مدى توضح الصورة والفكرة مو بمقدار ما أقرأه من العهد القديم أو الجديد فحتى لو كان باليوم أقرأ لي آيتين لا. وأتأمل بها وبصلاة صح. قد تكون اكثر افاده روحيه ما اقرا فصل كامل دون تركيز وكانما بس دا دا عمل عمليه حسابيه واجب, عندنا يعني نصلي الكتاب المقدس اكثر من نقرا الكتاب المقدس اعزائي المشاهدين راح نضطر ان نقطع في استراحه نصف الحلقه بعدها نعود ونحاول ان نلقي الضوء على ما تبقى لدينا من ايات مهمه في هذا الفصل استراحه ونعود نرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين بالجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم في برنامج أراك بالإيمان حلقتنا لهذا اليوم هي عن الفصل الثالث عشر من كتاب أعمال الرسل أما ضيوفي لهذا اليوم فهم الأب مانويل بوجي والأخ نوفل بطرس أبونا وصلنا إلى الآية 33 تقريبا من الفصل هذه الآية لها أهمية خاصة لنا إحنا كمسيحيين وهي بنفس الوقت لا تفهم من الكثير من عدنا ومن خارج المسيحية أيضا يقول الكاتب الله يتكلم عن يسوع ويقول أنت ابني وأنا اليوم ولدتك ما معنى هذه الآية يعني البنوة الحقيقية والأبوة الحقيقية ما هي فقط الأبوة الجسدية نأخذ صورة الأب البشري اكو كثير اباء بشريين من الناحيه الطبيعيه الفيزيائيه هم السبب في مجيء هذا الشخص الى العالم ولكن ابن ما يعرفه اما مات او او كانت نزوه وراح هذا الشخص موجود في مكان اخر ولا يعرف شنو مصير ابنه ابنه الطبيعي اللي كان جاء من بسببه فيزيائيا فاذا الابوه الجسديه شيء والابوه الروحيه شيء اخر اكو كثير من اباء لاولاد اباء روحيين لاولاد ما هم أبناءهم الجسديين فالابوه الحقيقيه هي لما الابن يمثل الاب ليس فقط شكلا على صوره ابونو هذا يشبهه نفس التفاصيل ما الوجه نفس القامه نفس الشمره نفس الأرياحية نفس هذا ليس فقط ذلك ولكن لمن يمثلوا من الناحيه الاخلاقيه لمن يمثلوا من ناحيه الايمان لمن يمثلوا من ناحيه القيم اللي تمس الـ 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 الحياة البشرية لا زال كي نحكي على الأبوة وبالبنوة البشرية إذا أخذنا هالصورة إلى قمتها راح نشوف أنه بنوة يسوع لله أو الكلمة الإلهية لله وأبوة الآب لكلمته هي هالقمة تماما التمثيل التام ابن تماما يشبه أبونه بجوهر المساوي للآب في الجوهر مو المساوي للآب في عيونه شلون هي لأنه الله ما عنده جسد قامته شلون هي ضحكته شلون هي ولكن المساوي للآب في جوهر معناته في جوهره هو كالآب ولما نحكي على هذا الشيء ده نتحدث عن الله الاب الذي يريد ان يكون معروفا لانه ان يكون الاب الله معروفا هذا جدا مهم اذا ما هو معروف معناته كل خير كل صلاح مالته راح يكون له والله ما يريد يكون له يريد ان يكون للانسان فكلمة الله بهذا المعنى راح تكون هل طريقة اللي بيها الله تعالى يكون تماما للإنسان ومنه يقدر أن يمثله للإنسان غير كلمته فكلمة الله ولما تجسدت هالكلمة الله صارت للإنسان اكو انسان تنشوفه يسوع التاريخي في زمن محدد ولكن في عمقه هو هالكلمه الالهيه هو هل ابن الله مو بمفهوم الجسدي ولكن ابن الله اللي تماما دا يعكس كل حقيقه الله حب الله عنايه الله غفران الله ولهذا يسوع يعني عند يوحنا خاصة لأنه يوحنا مشى بإيمان مالته لما كتب الإنجيل حوالي ستين سنة كان عنده خبرة الإيمان المسيحي يسوع يقول عن نفسه أنا والآب واحد أشياء اللي كده أعملها ما أنا كده أعملها الآب الساكن في هو اللي يعمله وكثير من هالنوع من توجه اللي هي تماماً كلمته الاقنوم الثاني دا يعكسه مئة بالمئة فهالأشياء ما ممكن أن نستوعبها إلا عن طريق الإيمان أن ما نقدر ناخذها بعمقها بكل معناها إذا ما يكون عندنا إيمان إذا من وقفنا عند المفهوم البشري المسيح هو ابن الله زين أمه منه هي من تزوج الله فاذا اكو محدوديه بشريه دائما نوصل بنقطه معينه احنا غير قادرين ان نفهم السر باكمله ما نقدر ننطي بعض الصور فقط اكو بعد اخر اعمق خلينا نجي يسوع بالتمام مثل ما تفضل ابونا بالتمام انه هذا الصوره اللي تعكس صوره ابيه احنا كيف نعكس صوره ابينا لانه من يقول يسوع انا والاب واحد هو بالتاكيد يسوع ليس الهدف الاول انه يعلن الوهيته وبنويته وانه القدوم الثاني وكل هذه المفاهيم الحقيقيه الحقيقيه صحيحه اللاهوتيه لاهوتية لكن بالتاكيد يريد يريد نوصل نحن ايضا انا اليوم ولدتك أو الهنا اله اليوم حقيقه عند الله لا يوجد ماضي لا يوجد مستقبل هناك اليوم واليوم واليوم فإذا أكو ولادة جديدة يوم يوم كل يوم أرضي عندي كل يوم أنا أعيش فيه أنا أولد ابن الله اللي فرصة أن أعكس صورة الله حتى أكون ابن أبي مثل ما تفضل أبونا مو بالضرورة أن أعكس لون شعره ولون بشرته صورة الله اللي يريد يعكسها من قال في في الوصايا لا تقتل لأن الله هو لا يحب القتل فأنت ابن أبيك إن كنت لا تقتل انت ابن ابيك ان كنت لا تسرق، انت ابن ابيك ان كنت لا لا تكذب. فاذا بالتاكيد اللي يدخل هذه البنوه بيسوع راح يكون هو مستحق ان يدعو الله ابي. يعني انا طبعا اكيد اكو عمق بالفكره هنا وانا اتمنى يكون انه وصلت الفكره، لكن احب ان ناخذ فكره اخرى نوعا ما ابسط. اللي ذكرت بانه انه كيف ممكن ان اكون ابن الله واقتل واقوم بهذا الشيء او ذاك عندنا مثال بهذا النص عن شخص معين يذكر الى اهميه كبيره هو داود النبي من كان هناك سرد تاريخي لما حصل في تاريخ الخلاص على يد بولس بخلال خطبته هذه ذكر داود النبي ومكانة داود النبي وبالتحديد بالآية 22 بالفصل يصف بولس داود بأنه رجل حسب قلب الله حسب قلبي الله كيف ممكن هذا هو نفس الرجل اللي احنا نعرف ضعفات داود داود اللي هو تزوج من امرأة أحد مساعدي اللي هو بعث بمساعدي للجبهات الأمامية على موديمود اللي هو قتل كذا شخص من أجل أن يعطي يتزوج بتشاول المهر بتشاول كيف ممكن ان نضع الاثنان معا يعني كيف ممكن انه هذا الشخص اللي هو احنا نتكلم عنه يكون ابن الله ويكون قريب هالقرب الى الله وبنفس الوقت هو انسان يقوم بافعال مثل هذه الهنا اله ثابت دائما لا يتغير القصد الله محب منذ البدء للأهل الأبد للأزل هو ثابت كأت لكن إحنا كبشر أكو خطوط تصاعدية وخطوط تنازلية الله يفهم طبيعتنا البشرية يعرف أنه بالتمام داود الذي هو حسب قلب الله لأنه عندما كان داود قريب لله عندما كان أكو علاقة شلون شوف كل هاي الحالات السقوط اللي, اللي عاشها داود متى عاشها لو نقرأ الكتاب المقدس العهد القديم شفنا وين ما كان داود فترة علاقته مع الله بطل يعني يصلي مزاميره بطل يرنم بطل يرتل بطل يصلي كانت تجي له هاللحظات الفراغ اللي كان يتسلل اليها الشر في اللي كان فوق السطح طيب يا داود ايش كنت تسوي فوق السطح؟ او ماذا لماذا تنظر لبي... لامراه قريبك لامراه شخص اخر ليش انت نسائك غير كافيات ما عندك الكثير اذا اكو متى ما احنا حقيقه توقفت علاقتنا عن النمو مع الله هي لن تتوقف في تلك المرحله ستتراجع دائما الحياه الروحيه إذا لم تكن دائما للنمو هي لن تقف في مكانها سوف تتراجع وهذا الشيء لازم يدركه كل انسان مؤمن ما ما يصور يقول يو نو وات هل احس الحد ما راح أه 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 اشارك بالقداس يو نو وات الاحد راح يحس انه استقبلها استهجنها انه استقبل انه ممكن ما يروح لو اعطيك انا قرانتي لو لم يحضر لمده ثلاثة اشهر راح يشوف يستثقل كثيرا انه يروح للكنيسه لانه ما ظل بنفس الحاله بل في تراجع يعني احنا اتصور اكو ضروره لكل انسان مؤمن ان يفحص ضميره وبكثير من الاحيان فحص الضمير هو ليس فقط عن اعمال معينه اقوم بها بحياتي اليوميه لكن اسوي مثل اختبار ايفالويشن تو ماي لايف كيف هي حياتي الروحيه اقيم حياتي الروحيه اليوم مقارنه بحياتي الروحيه قبل خمس سنوات هل هناك تقدم هل انا في نفس المكان كثير من عندنا مع الاسف يعني ورا 20 25 او 30 سنه من حياته الايمانيه وهو في نفس المكان، انا اتصور كلامك صحيح جدا بالكثير من الاحيان احنا نوهم نفسنا احنا مو بنفس النقطه لكن احنا نتراجع يومين لكن نحاول ان ما نعترف بهذا الشيء وي ليف ان دينايل مثل ما يقولوا. يعني اتصور غطينا هالفقره هذه، احب ان ناخذ استراحه اخيره بعدها نعود ونتكلم عن اخر فقره في فصل 13 من كتاب اعمال الرسل. أعزائي المشاهدين استراحة ونعود رحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين بالجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم في برنامج اراك بالايمان حلقتنا لهذا اليوم هي عن الفصل الثالث عشر من كتاب اعمال الرسل يحاورنا في هذا الفصل الاب مانويل بوجي والاخ نوفل بطرس ابونا احب ان نتكلم عن فكره رفض اليهود للتبشير بالرب يسوع المسيح وكيف انفتح الباب للامم لكن انا اعرف عندك تعقيب على الحديث او الجواب الاخ نوفل عن الفكره اللي كنا نتكلم عنها قبل استراحه هذه الآخر استراحه تعقيب تعقيب مالتي ما هو حقيقه فقط على نوفل كان يمكن على سؤال مالتك شلون اشخاص مثل داوود اللي قتلوا اللي سووا هالاخطاء او الخطايا الكبيره ومع ذلك الكتاب المقدس يوصف بحسب ان هذا الشخص هو كما يريده الله بحسب قلب الله. إيه ما هو مهم هو انه توبه الانسان هي اكثر مهمه من خطيئه الانسان. هذا الشيء ما هو ان اذا لنخطا وبعدين نتوب ما هو لهذا الشيء، ولكن واقع خطا الانسان هو واقع ما ممكن الانفلات عنه. لا بصغرنا لا لما نصير كهول كهل، ولا لما نشيب. الخطيئة هي ورانا وضعفنا هو معانا باستمرار ولكن نعمة الله هي دائما معانا للإنسان المؤمن للإنسان اللي يريد أن يتوب إذا داوود تاب بطرس تاب وأشخاص قديسين ماروستينوس وعشرات آلاف من الناس تابوا فما يريد الله هذا بحسب قلب الله هو توبه هذا الانسان وعودته مره ثانيه الى حضن الاب نعود للايه 47 اللي هي تتكلم عن الانفتاح للامم وبالتحديد القول بانني جعلتك نورا للامم. كيف ممكن ان نفهم هذه الايه بهالوقت هذا بالتحديد نشوف اليوم صار اختلاف التركيز تغير من اليهود شعب الله المختار إلى الشعوب الأخرى الشعوب الوثنية الشعوب المرفوضة كلنا عن هذا الموضوع أيضا أنه في ما نسميه أو ما يسمى شعب الله المختار لم يكن كل الشعب بتعداده شعب الله المختار كانوا مختارين في هذا الشعب مختارين ليس أنه الله أراد هذا الشخص وليس هذا الشخص كانوا من اختاروا الله لا. الله اختارونه وساروا بحسب مشيئة الله والمسار اللي خلانه الله صحيح فحقيقة لما يقول أنا اخترتوك معناته أنه اخترتوك أن تسير بهذا المسار بس هو الاختيار للجميع أم لناس معينين لا. الاختيار الناس اللي قبلوا هالخطه. نعم. فاذا الدعوه للجميع. الدعوه هي للجميع ومن قبلوا، واذا اخذنا جسديا ما نسمينه الشعب الله المختار او الشعب اليهودي جسديا دمويا كلش مختلط. ماكو شعب صافي هذول ابناء ابراهيم. نشوف يوسف نفسه. زوجات زوجته جابت ولدين منسى وافرايم واللي صاروا سبطين من من الاسباط الاثني عشر صحيح اوكي امم هما هي مصريه ما هم يهود واذا ما التقليد اليهودي يقول انه الدم دم الام هو المهم او نسب الام هو مهم عندنا سبطين هم ليسوا باليهود هما ليسوا باليهود وبعدين طبعا اختلاط بين الشعوب لما راحوا الى بابل الى امكنه اخرى فاذا الدم ما يكون هو العامل الرئيسي لبنوة لإبراهيم ولهذا ماربولس يتحدث عن إبراهيم أبو المؤمنين ما يتحدث عن إبراهيم اب التناسلي او الاولاد اللي جايين بالتناسل من ابراهيم فهذا الشعب اللي اختار الايمان اختار ان يسير بمسار الله هذا هو شعب المختار فمن خلينا هالنظره راح نفتهم كل الزين انه ليش يسوع يمدح المراه الصور فينيقيه ليش يمدح قائد المئة الروماني صحيح. لأنه هم الناس اللي قبلوا الإيمان فهم من المختارين ولو هم قبل غير قبلوا هم. الإيمان بي ويسوع يتعمد أو الكاتب الـ الإنجيل يتعمد أن يبين فكرة يسوع لرفض المظهري للإجابة لطلب المرأة الصور فينيقيا يسوع يشفي بنتها أكو يسوع نوعاً ما بمفاهيمنا البشرية يتردد يتلكأ عن الإجابة الفورية حتى يبين قد عدها إيمان هالمرأة وبالأخير يقول يسوع لم أرى مثل هذا الإيمان ولا في كل إسرائيل وكلمة إسرائيل ما هم الأبناء الجسديين لإبراهيم إسرائيل بالكتاب المقدس هم الناس المؤمنين في هذا الشعب حتى بين هذول المؤمنين في هذا الشعب ينطي يسوع هاي المرأة كنموذج يعني ممكن الفكرة تطبق اليوم أيضا أبو ولهذا اليوم احنا يعني خطأنا أحيانا نقول هذا الإنسان لأنه ما هو مسيحي فهو خارج شعب الله شعب المسيح شعب الكنيسة فالله تعالى ما نقدر نحدده بأي طريقة يعطي نعمة مالته وبأي شكل ولأي شخص طبعا أخيرا لمن ينتمي الإنسان إلى هالفكر راح يكون ابن الله ابن الكنيسة بغض النظر عن مقاييس مالتنا جميل جدا وعميق جدا بنفس الوقت لكن أحب أن ننهي حلقتنا لهذا اليوم بإعطاء مشاهدينا نوفل فكرة أو الدرس المستخلص روحيا من هذا الفصل بالكتاب المقدس اليوم أنا أقرأ هذا الفصل بجانب الحوادث التاريخية اللي نتعلمها هناك رسالة إلي شخصيا أنا اليوم ولكل مشاهدين اليوم عندما يقرؤون هذا الفصل من كتاب المقدس كيف ممكن أن نلخص هذه الرسالة؟ نقاط كثيرة مهمة بهذا الفصل الكنيسة اللي هي إحنا تأخذ إرشادها من الروح القدس شفنا دور الصلاة والصوم على المستوى الشخصي، على مستوى الكنيسة، لاتخاذ أي قرار شخصي في حياتك، دراسة، زواج، إحنا كثير ما نقيس حسابات بشرية. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، شنو المطلوب؟ شنو يا ريت يوم إنه قضينا وقت في أخذنا وقت صوم وصلاة من أجل هذا الموضوع. حتى نطلب إنه الله إنه ممكن يكشف لنا شغله قد تكون احنا بعيدين عنها هذه نقطه الله يدعو كل انسان لمهمه لرسالة لكي يصل هو شخصيا الى ولكي يوصل بطريقه من يصادفه يصادفه الى شفنا كيف عمل في في حياه بولس المضطهد الكبير للكنيسه الى رسول الامم كيف شفنا اضطهادات تقود حياة أشخاص باتجاه نشر الرسالة للشعوب ما كان في اليوم من تصور أي يهودي أنه ممكن هذا الأممي اللي كانوا يعتبره نجس يعتبره وقود لجهنم أن يصير أخوه وأنه يشارك المصير نفسه فإذاً هي دعوة للانفتاح للآخر إذا كان مثل ما تفضل أبونا في مقياس البشري هذا الإنسان هو بعيد عن دائرة حب الله لكن دائرة الله دائما أكبر من الدائرة اللي إحنا حاطينها ما نقدر نحددها. آمين. جميل جدا، نوفل شكرا جزيلا على طرحك لهذا اليوم أبونا أشكر وجودك معنا وإجابتك صح. على أسئلتنا أعزائي المشاهدين نأتي الآن إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نتأمل أن يكون ما قدم لكم مفيد. كان اكيد مفيد لي شخصيا يساعدني ان افهم ايماني بشكل اوضح واعيش كلمه الله في الكتاب المقدس نلقاكم في الاسبوع القادم وحلقه جديده ندرس من خلالها الفصل الرابع عشر من كتاب اعمال الرسل سلام وفرح المسيح معكم والى اللقاء